مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم معنا حلقة متميزة وحلقة مهمة جدا جدا، تتكلم عن هموم الجالية العربية، تاريخ الجالية العربية، العقبات التي مرت بها الجالية العربية، تطورات الجالية العربية، الهموم والتحديات التي تمر بها الجالية العربية، نظرتنا إلى المستقبل لهذه الجالية الرائعة المنتجة التي تقوم على أعمال كثيرة في المجتمع المحلي في كندا. إحنا معنا قامات من رجال الجالية العربية الذين لهم باع طويل في كندا، ولكن للأسف في بعض الخلل الفني الغير مهيئ له. ننتظر دخول باقي الزملاء، راح يكون معنا أساتذة راح نعرف بيهم، فنعتذر جدا عن التأخير، لكن كل تأخيرة وفيها خير إن شاء الله. إن شاء الله راح تسمعوا شغلات رائعة جدا اليوم. أنا والأستاذ محمد التميمي حنكون هوست لهذا اللقاء. كيفك أستاذ محمد؟ ميوت انت، اي ثينك انك ميوت. تفضل. اوكي، هلا هلا دكتور جمال، كيفك؟ شو الاخبار؟ شو اخبار اخوان المشاهدين؟ اهلا وسهلا فيكم. نعتذر على عن التاخير اللي تم، ولكن بنحاول نصلح بعض الخلل الفني لبعض الاخوه الضيوف الرائعين المميزين. مش حابين انه ننحرم من اي واحد منهم او نحرمكم منهم حتى يكون العمل متكامل، فاعذرونا لبضع دقائق حتى نصلح الخلل الموجود، وأنا مضطر أني أغادر لأنه يأتيني تليفون للإنقاذ. تفضل. طبعا زي ما حكينا انه اليوم حنحكي عن بعض التاريخ تبع الجالية العربية، الهموم، المشاكل. حكينا انه اليوم حنتكلم عن امور كثيرة، تحديات الجالية، ما نراه من قبل الجالية أو مستقبل الجالية إن شاء الله القريب. معنا الجست، في مشاكل، في أول مرة بتصير معنا هاي الشغلة. أي عم بنحاول إن شاء الله بلاش هموم، إن شاء الله ما يكون فيها هموم، بتكون كلها إيجابيات، بس حنحكي عن التحديات اللي مرت فيها الجالية إن شاء الله، والتحديات اللي مرت فيها، تاريخ إن شاء الله يكون عبق وممتاز. للأسف زي ما حكينا لكم كان في مشكلة فنية. الآن دخل معنا الأستاذ إلي لا ما دخل. طيب، زي ما بنعرف احنا تاريخ الجالية العربية في كندا تاريخ قديم جدا، يعني من ايام اعتقد في ناس اجوا على كندا من قبل حتى بداية انشاء الدولة الكندية، مرت بصعوبات كثيرة وتحديات، وطبعا القادم الجديد دائما بشعر فيها، لكن ما نشعر فيه الآن من تحديات وصعوبات لم تكن بشيء بالنسبة للتحديات والصعوبات اللي مروا فيها من قبلنا، وتحدوا هذه الأمور ولله الحمد مرت. اليوم في ضيافتي زي ما أنتم شايفين قامتين من قامات المجتمع المحلي، أناس لهم رؤية وتصورات كبيرة. معنا الدكتور قيس غانم. دكتور قيس غانم أصلاً من اليمن، درس طب في إنجلترا وزاول الطب في كندا لمدة طويلة وعاش في كندا مدة طويلة. يعني لو بدي أقرأ السيرة الذاتية للدكتور قيس أحتاج لساعة من وقت البرنامج، فاعذرونا سنختصر. دكتور قيس أشهر من نار على علم، وسأختصر أنه رجل وضع وأحب الجالية ووضع كل خبرته لخدمة الجالية، كتب كتب رائعة
في تاريخ العرب في المهجر، وتكلم عن همومهم وعن مشاكلهم وعن الرؤية المستقبلية. أسس وكان رئيسا لعدد كبير من المؤسسات المجتمعية. فنرحب بالدكتور قيس. أهلا وسهلا فيك دكتور قيس. شكرا. معنا أيضا قامة من قامات مدينة أوتوا والمجتمع الكندي، الأستاذ إلي نصر الله من الرجال الذين قدموا إلى أوتوا منذ سنوات وسنوات، نحكي عشان ما نكبره بالسن، يعمل immigration consultants، مستشار هجرة، وله صيت يعني ما شاء الله من ذهب، رجل ذو خبرة كبيرة في المجتمع، وأيضا كتب كتابا وساعد في كتب أخرى نشرها هو الدكتور قيس عن مواضيع مختلفة تهم منها الأرب سبرينجز إن كندا، الأمور التي تهم الجالية في المجتمع الكندي. فنرحب بأستاذنا الكبير إلي. أستاذ إلي أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذ. Thank you. نعم تفضل. طبعا الأستاذ محمد أشهر من نار على علم، بدوش تعريف. الله يخليك. لا مش إحنا أمام النجوم نأفل ونغيب، نتوارى أمام النجوم اللي أمامنا. حقيقة نتوارى، هؤلاء النجوم نجوم في سماء كندا يشعوا بالبريق العربي. والحقيقة إنه الكلام عن الجالية العربية لها عندنا شغف، وما زال في قلوبنا هذا العشق لهذا الدم ولهذه اللغة، ولذلك دائما نحاول إنه نبس همومنا ونحاول إنه نستمع للمجربين وأصحاب الخبرة من إخواننا الكبار اللي عاشوا البدايات وواكبوها ولهم تأملات حتى في الأحداث اللي تمت، ثم أصبح عندهم تصور واضح لما حدث ممكن أن نبني عليه، لأنه من الحكمة أن نتعلم من الماضي حتى لا نعيد أخطائنا من جديد. أنا أعود وأرحب بالإخوة الكبار الدكتور قيس والأستاذ إلي، وأبدأ بالأستاذ إلي بعد إذن الدكتور قيس، فأسأله سؤالا هو كتب فيه وكان جزء من عمله، لكن اسمحوا لنا قبل أن نبدأ ونستطرق في أسئلتنا أن نرحب بالمهندس حسن غية، وممكن أن أقول له يعني طبت مساء يا مهندس حسن، والحمد لله أنك التحقت فينا على الوقت، فرب العالمين أراد لنا ما هو خير وما هو أفضل. بارك الله بكم جميعا يا جماعة. أعود بالمايكروفون لأخي الدكتور جمال للترحيب بالمهندس حسن والتعريف به قبل أن نعود لنستكمل أسئلتنا أو نبدأ أسئلتنا بالأحرى. طبعا الأستاذ حسن يعني قام من قامات المجتمع في مدينة مونتريال ومقاطعة كيبيك. كلنا سمع عن الإمام الذي أبكى رئيس الوزراء الكندي في خطبته في مسجد كيبيك عندما شيعت جنازة الشهداء في هذا المسجد رحمهم الله جميعا. كان إمامنا الكبير الأستاذ حسن رجل له باع طويل، هو مهندس مستقر في كندا منذ سنوات يعني من السبعينات، بدناش نكبر فيه، ما شاء الله طول العمر. هو أصلا دارس في هندسة الطيران في جامعة كونكورديا، وأيضا كان محامي ومتقاعد، من عضو في نقابة المحامين في كيبيك. دخل معترك السياسة قبل فترة، وحاول أيضا إيصال الصوت العربي للبرلمان الكندي. كرم من قبل عدة جهات، منها مجلس العموم الكندي وبرلمان مقاطعة أنتاريو وكيبيك، وحاصل على اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث. فرجل قام من قامات المجتمع وله باع طويل، فأهلا وسهلا
به، شرفتنا وحللت أهلا ونزلت سهلا. بارك الله بكم جميعا وشكرا على هذه المقدمة. أهلين باشمهندس حسن، أول شيء بحاول أطلب منك لو تخلي الموبايل بالعرض وليس بالطول حتى يعطينا كامل الصورة ويساعدنا بشكل أفضل. نعم نعم هكذا. أعود وأرحب بأستاذنا إلي نصر الله، وكنا نقول إنه لك يعني كتابة خصصتها لبداية وجود العرب في كندا، فأرجو أن يعني تطوف بنا في هذا التاريخ الذي يعني نريد أن نعرف منذ متى بدأ وكيف كانت هذه البدايات. الصوت مش مليح أبدا. كين تسألني إلي السؤال؟ السؤال إليك أستاذ إلي، هل 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 عفوا يا أستاذ محمد سألتني شيء؟ نعم نعم. هل عندك ما سمعتك كثير؟ أوكي عندك أستاذ إلي سامعني؟ أستاذ إلي سامعني؟ الصوت كثير عم بيشوش ومش مش مليح كثير دكتور. طيب سألتني شيء ما سمعتك. يا بداية الجالية العربية في كندا حدثنا عنها. أخي جمال كان صوتك كثير مليح بالبداية، هلأ لا ما بعرف ليه مش عارف. طيب بداية الجالية العربية سامعني؟ نو no. طيب اسمحوا لي أن أقول السؤال للدكتور قيس ثم نعاود حل المشكلة مع الأستاذ إلي ويكمل ما يعني كتبه في كتابه عن بداية الجالية العربية. دكتور قيس تسمعني جيدا؟ نعم أسمعك جيدا وأستطيع أن أجيب على هذا السؤال. تفضل يا سيدي. وأنا أيضا أستطيع الإجابة عليها. تفضل تفضل كلكم 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 قامت الحمد لله. عندنا كنوز ما شاء الله. تفضل دكتور قيس. الحقيقة أن العرب وصلوا إلى كندا مع الباخرة التي غرقت في طريقها إلى كندا من الشرق، التايتانيك لو سمعت عنها. كان هناك عائلات من لبنان خاصة قليلة، ولكن كانت بداية مجيء العرب إلى كندا، وهذا صار في عام 1912 أعتقد أو 13 قبل الحرب العالمية الأولى. فالتاريخ يعني هو تاريخ 100 سنة حتى الآن بالنسبة لمجيء العرب. في أي إضافات باشمهندس حسن؟ والله أنا تجربتي أكثر شيء مركزة على الوجود من السبعينات فما فوق، وهي تجربة شخصية أكثر مما هي تجربة أكاديمية. نعم. عندما أتينا هنا، أنا أتيت إلى كندا عام 1974. الجاليات العربية التي كانت قبلنا كانت بشكل عام مصريون خرجوا من مصر بعد ثورة جمال عبد الناصر، وكانوا من الأثرياء في مصر عندما أصبح هنالك صار التأميم. كانوا موجودين، شيئا فشيئا بدأت وفود جديدة تأتي وخاصة للدراسة، ومن الأسماء المعروفة في ذلك الأيام المرحوم معن زيادة الذي كان يدرس في مجيل ودرس في مجيل ومن ثم أسس مكتبة الشرق الأوسط في مونريال. بدأ عندما بدأنا نحن أتينا هنا كنا بشكل عام طلاب، وخلال وجودي هنا أنا أتيت إلى هنا عام 1974 في تشرين الثاني 74 يعني نوفمبر. الحرب الأهلية اللبنانية بدأت في نيسان 75 يعني 6 شهور فيما بعد، وبدأت أفواج اللبنانيين الهاربين من الحرب الأهلية بدأت تأتي إلى هنا، وبدأت الجالية تتكاثر. عندما كنا في الجامعة
كان معنا طلاب من موريتانيا بشكل عام، من موريتانيا ومن الجزائر، وكانوا مبتعثين معهم منح دراسية من مؤسسة المساعدة الكندية اسمها لاكدي، وكانت الوجود أكثره وجود طلاب. وبدأنا الجامع اتحاد الطلبة العرب في جامعة كونكورديا، كنا أسسنا في تلك الفترة في عام 74 أو 75، وكنت أنا وقتها أول رئيس لاتحاد طلبة العرب في جامعة موريال، ومن ثم أصبح اتحادا للطلبة لاتحادات الطلبة العرب في مدينة موريال بشكل عام. عملنا في تلك الفترة مع منظمة الطلبة العرب في شمال أمريكا. كان هناك أنشطة، كان هنالك أكثر التركيز كان على قضايا الشرق الأوسط، قضايا فلسطين، قضايا الحرب الأهلية اللبنانية. لم يكن هناك وجود إسلامي كبير. سنتحدث عن النشاطات، سنتحدث عن النشاطات. أنا أعذروني أتداخل في سؤال بسيط، قد يكون بداية دخول في هذه الفترة في الحقبة اللي أنت دخلت فيها أستاذ مهندس حسن والدكتور قيس، I think تقريبا متساوية، ما كانت، كيف كانت نظرة المجتمع الكندي للجالية العربية بشكل عام، والنظرة العكسية، نظرة المجتمع العربي للجالية الكندية والمجتمعات الأخرى؟ دكتور قيس تحب تبدأ؟ نعم، أنا جيت إلى كندا منذ 50 سنة، فترة طويلة جدا، وفي ذلك الوقت كانت الأعداد صغيرة طبعا، ولم أجد سوى الترحيب والقبول من الناس الذي احتككت بهم، ولكن قد يكون ذلك بسبب مهنتي، لأني أتيت إلى كطبيب في مستشفى جامعي، وكان طبيعيا أن يرحبوا بي لأنهم كانوا محتاجين للأطباء. ومن خلال معرفتي ببقية المهنيين اللي كانوا موجودين في جامعة كوينز، حيث انخرطت عندما جئت، أعتقد أن كان المعاملة التي يجدونها كانت معاملة جيدة جدا، لم تكن هناك أي علامات للمضايقة أو أي علامات عنصرية، بالعكس كان كل شيء يصل إليه الكندي كان يعني متوفر أيضا لنا كمهاجرين. وطبعا كل واحد فينا حاول أن يبرهن على مقدرته وأثر في المجتمع، كان هناك تفاوت طبعا بين هذا وذاك. طبعا معظم فترتك دكتور كانت في أنتاريو صحيح؟ أنا أيوه جيت لأنتاريو. أنتاريو. ما رأي أهل كيبيك؟ تقريبا كما تفضل حضرة الدكتور قيس، لم يكن هنالك عداء من قبل أهل كيبيك بالنسبة لنا، ولكن المفصل التاريخي كما تحدثت سابقا، أنا أتيت في نهاية العام 74، كان مباشرة بعد حرب أكتوبر، بعد حرب 73 والمقاطعة والقضية البترول، عندما قطع العرب البترول عن الدول الغربية بسبب مساعدتها لإسرائيل. فكان هناك نوع من كانوا يعاملونا وبشكل عام، يعني وقتها كنا طلاب وكنا نعمل في الفنادق لغسل الصحون، كنا نعمل أعمال بسيطة جدا. تجربتي مختلفة عن تجربة الدكتور، لأنني أتيت طالبا وكان لابد أن أعمل لأدفع دراسة، لأتكفل بدراستي ولأبعث المال لأهلي في لبنان الذين كانوا يعيشون فترة الحرب. وبالتالي عندما كنا نعمل مع الناس كانوا يظنون أننا أثرياء، وأن كل منا عنده بئر بترول في بيته، متى ما عندك البترول لماذا تأتي وتعمل هنا؟ إضافة إلى كما نذكر جميعا أن مسألة أيلول الأسود وعملية ميونخ كانت عام 76، نحن بدأنا أتينا 74، كانت عملية ميونخ في 76 وخطف الطائرات، فكانت تهمة الإرهاب جاهزة لنا جميعا. الآن يتحدثون عن الإرهاب الإسلامي، في ذلك الوقت كانوا يتحدثون عن الإرهاب العربي. يعني هل صارت مضايقات؟ هل صارت مضايقات في ذلك تلك الفترة؟
لم تكن مضايقات في الشارع لكل الناس، كانت تكون بعض المضايقات أو حتى على الأقل بعض الأسئلة للناشطين. يعني أنا مثلا زاروني عدة مرات للأسئلة، وكان بكل احترام وبكل أدب، ولكن فقط أرادوا، خاصة أن كما نذكر أن عملية ميونخ كانت عام 72، وعام 76 أنا أخطأت قلت 76، ميونخ كانت 72، وال 76 كانت الألعاب الأولمبية في مونتريال. إذا كانت الألعاب مونتريال مباشرة أول أول ألعاب أولمبية دولية بعد ميونخ، وبالتالي كانت المخابرات الكندية وكانوا على صواب بهذا الموضوع، يريدون أن يتأكدوا أن مسألة ميونخ لن تتكرر في مونتريال، فكانوا يزورون أعيان الجالية والنافذين في الجالية، ورغم صغر سني في ذلك الوقت كنت على لائحة أعيان الجالية. فتلقيت عدة زيارات، ولكن كما قلت بكل أدب وكل احترام، فقط يريدون أن يعرفوا إن كنت على علم بأي مخططات أو تحركات أو كذا. ولكن يعني أما المجتمع الكيبيكي بشكل عام كان يعاملنا باحترام، وكنا نعامله باحترام. الموضوع أننا وقتها نحن لم نكن نشعر أننا كنديين، كنا نشعر أننا عرب وأتينا لندرس، وبعد أن انتهاء دراستنا سنعود لبلادنا. يعني لم نكن ننخرط في العمل السياسي الكندي. نفس السيناريو. أستاذ إلي استسمعنا الآن؟ نعم. ممتاز. معلش اسمح لنا نعود بالسؤال حول البدايات. نعلم أنك كتبت عن بدايات الوجود العربي في كندا، ولك في ذلك توثيق، فيعني نود أن نسمع هذا التوثيق منك. أتمنى أن يكون الصوت مسموعاً. سمعنا أستاذ إيلي؟ أوكي، هلأ is okay. Well, بالكتاب My Arab Spring, My Canada درسنا الموضوع بالنسبة لمجيء الجالية العربية على كندا، وأثبتنا أنه أول إنسان دخل على كندا هو من زحلي، مدينة زحلي بالبقاع، إبراهيم أبو نادر 1882. وبعد ذلك حوالي 1900 بدأت الوفود العربية من آتي إلى كندا من سوريا والعراق والأردن وفلسطين. أغلبهم كانوا يجوا على مدينة تورنتو أن مونتريال، سو أنتيريو أن كوبيك كانوا تقريباً المقاطعتين الوحيدتين اللي كانوا الشيء العربي يفيت عليهم. وبعد الحرب العالمية الأولى بالعشرينات 1920 زادت كتير، سبيشالي من لبنان. وبعد الحرب العالمية الثانية بال 1960-1976 بعد ما أدخلوا نظام جديد للهجرة بكندا، نظام النقاط، فات ألفات الناس أغلبها من لبنان وسوريا ومصر، وحاليا في حوالي 500,000 عربي بكندا، أغلبهم بتيريو باك مع كل المقطعات. وأغلب المهاجرين الجدد عندهم ثقافة عالية وعندهم إمكانيات مهنية عالية وإمكانيات رهيبة، عم نخسرهم باللغة العربية ولكن عم ندفع منهم الغرب، خاصة كندا وأمريكا. النظام الجديد بيعتمد على الثقافة العالية والمهن المطلوبة واللغات والعمر تحت 35. سو هذا النزيف الفكري والرهيب للبلاد العربية عم بيأثر على النهضة هونيك، بس عم نستفيد منها هون، وكل سنة عم تزداد عن سنة. نعم. أعود بسؤالي للدكتور قيس. دكتور قيس، يعني التحركات نحو التواجد العربي من خلال مجتمع عربي متعارف على بعض البعض، متآلف، متوحد،
ضمن أطر رسمية. هل هذا التواجد يعني ممكن أن نرصده بتاريخ معين، أم أنه يعني أمر جديد وحديث بدأ يتحدث فيه الناس؟ لا بالعكس، أنا أعتقد أنه حتى عندما أتيت إلى كندا منذ 50 سنة كان هناك نشاط واضح بين العرب، على الأقل العرب اللي احتككت بهم أنا شخصيا، وكانوا طبعا المثقفين والمهنيين. وكانت هناك في أوتاوا مثلا جمعية نشطة جدا هي أكوغا، The Arab Canadian University Graduates Association، يعني مؤسسة الجامعيين العرب الكنديين. وكان هناك نشاط ثقافي شهري وأكثر من شهري أحيانا، وأكثرهم كانوا طبعا من لبنان ومن مصر أيضا، وبعض السوريين وغيرهم. أنا كنت اليمني الوحيد، وبالرغم من أني كنت اليمني الوحيد انتخبوني رئيسا للجمعية لمدة حوالي 10 سنوات. يعني حس القومية العربية كان موجود من غير تفرقة دكتور. أيوة بالضبط، هو خطأ كبير أن يستمر أي رئيس، خاصة رئيس عربي، في نفس المنصب في نفس المنصب لأكثر من 4 سنوات. لا يجب أن لا يسمح لأي رئيس عربي أن يستمر أكثر من 4 سنوات. فالمهم أنه كان هناك نشاط، وكانت أيضا هناك جمعية للنساء العرب هنا، وكنا نعمل نشاطات مشتركة بين أكوغا وجمعية المرأة. فكان في أوتاوا بالذات لأنها العاصمة، ولأن عدد كبير من المصريين واللبنانيين كانوا هنا في أوتاوا، كان نجاح حقيقة ممتاز جدا. نعم. طب أنا بدي أسأل الأستاذ حسن. أستاذ حسن، ما هي أكبر هموم الجالية العربية كانت منذ بداياتها؟ كيف كانت الجالية تحاول أنها تتحد؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال سأعقب بكلمة صغيرة عما قاله الدكتور قيس. الحس العربي، الحس القومي، كان أكبر بكثير فيما مضى عندما أتينا هنا لسببين. أولا كان عددنا صغير قليلا، وكنا بشكل عام مثقفين، وبالتالي كان الحس العربي أكثر، وكانت المنطقة العربية إلى حد ما لا تزال واقفة على قدميها، لذلك كان الحس العربي أكبر بكثير من الحس الشرذمة الذي نعيشه الآن. للأسف أنا من المخضرمين، من الذين عاشوا فيما مضى ويعيشون الآن. أنا أن أرى أن هنالك ردة من هذه الناحية، وأصبح الحس العربي في تراجع للأسف. أعود للسؤال، للإجابة على سؤال الدكتور جمال. الاهتمامات الجالية عندما أتينا، إذا كان بإمكاننا أن نسميها جالية، لم تكن جالية بالمعنى الصحيح، كنا أفرادا، كنا طلابا بشكل عام ومهنيين مثقفين يحملون هموم المنطقة. كنا نعتبر نتصرف وكأننا سفراء للشعب العربي هنا، كنا نتصرف لدفاعا عن قضايا الأمة كما كانت تعيشها الأمة هناك. وبالتالي لم نكن نهتم كثيرا بما يجري في الساحة الكندية، كانت معرفتنا باللغات سواء الفرنسية أو الإنجليزية كانت قليلة، ولم يكن كثيرون منا يقرؤون الجرائد أو يشاهدون التلفاز الكندي. طبعا لم يكن هنالك الإنترنت لنكون على اتصال بما يحصل كما يحصل هذه الأيام. لذلك كان احتكاكنا، كان عملنا فقط دفاعا عن قضية فلسطين، دفاعا عن قضايا العرب، دفاعا عن قضايا كذا. وكنا نتعامل كثيرا مع النقابات. النقابات كانت تعمل معنا، كان هنالك جمعية في موريال اسمها كيبك فلسطين، كان الاتحاد العربي الكندي الذي لا يزال حتى الآن ورئيسه الدكتور نور القادري كان موجودا من تلك الفترة. كانت بشكل عام اتحادات طلابية مع بعض التنظيمات التي تعمل في فلك الاتحادات الطلابية. أما اهتمامات الجالية كجالية كما نعيشها الآن
لم تكن موجودة. كان عندما يأتي طلاب جدد كنا نحن كطلاب قدماء نساعدهم على إيجاد مسكن، على إيجاد قبول في الجامعة، على مد خط هاتف وهلم جرى. كانت اهتماماتنا كما قلنا مساعدة الوافدين الجدد والدفاع عن قضايا الأمة هنا وكأننا سفراء. طيب أستاذ، بس هناك تعليق، لكن تفضل. بالنسبة لما قال الأستاذ، هناك بعض استثناءات، لأنه في أوتاوا، أنا مثلا بالرغم أني كنت مهتم جدا بالجالية العربية، وكما قلت ذكرت كنت رئيس الجامعية العرب لفترة طويلة، بالعكس أنا انخرطت في أيضا في النشاط السياسي الكندي. ففي الأول انضممت إلى حزب الـ NDP، وبعد فترة وجدت أنني أفضل الحزب الأخضر بسبب البرنامج اللي كان بالنسبة للبيئة، بل أنني يعني دخلت الانتخابات مع الحزب الأخضر وهزمت هزيمة كبرى طبعا، لأن لم أكن أتوقع أبدا أن أنتخب لأني جديد في الحقل، وهناك منافس كان موجود في البرلمان مدة 10 سنوات سابقة ومن أسرة عريقة جدا، لكني دخلت حتى أثبت أن العربي يمكن أن يشارك في الانتخابات. فأنا كنت في منطقة أوتاوا سالز مرشح حزب الأخضر، فهناك في تفاوت بين بعض الجاليات في أوتاوا ومونتريال وكالجري وغيرها. طبعا أخي العزيز، هناك استثناءات، وخاصة مسألة العمر ومسألة الثقافة. كما تفضلت، عندما أنت أتيت حضرتك إلى هنا كنت دكتور، بينما كنا نحن طلاب كنا نعمل ونعيش في دائرة مغلقة مع أنفسنا، وعندما نتحدث مع المجتمع الكندي نتحدث مع النقابات التي كانت تدعم قضية فلسطين وتبعث مندوبين إلى المخيمات اللاجئين في لبنان وتدافع عن قضاء، وكانت وقتها مسألة الحرب الأهلية في لبنان. أما بشكل عام كان هنالك بعض الشخصيات العربية التي كانت كما تفضلت وكما تعملت حضرتك، ولكن بشكل عام كانوا أقلية. نعم. شيئا فشيئا كبر عدد الجالية وكثر ترجمة، بقدر ما أصبحت تهتم بالسياسة الكندية بقدر ما زادت تشرذما. طيب، وهذا ما يقيمني. لو سمحتم لي، عرجتم على 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 الموضوع السياسي في كندا، والحقيقة أنه هناك الكثير من الناس من يرى أنه لا يمكن أن تكون منخرطا في مجتمع إلا إذا انخرطت بالسياسة فيه. أنا أعلم أنه المهندس حسن غيا كان له جولات وصولات في العمل السياسي، وآخرها كان الانتخابات، والآن أنا طبعا أستمع إلى الدكتور قيس ويخبرنا أنه كان يعني حريص على الانتساب لأحزاب سياسية، وكأنه يقول لنا أنه أردنا أن ندخل البيت من بابه، وأرد أن نشعر الآخرين أننا جزء من هذا المجتمع بسياسته، كما أننا جزء في حياته اليومية من أكل وشرب وملبس ومأكل ومنامة. فالحقيقة هل كان هذا الكلام متقبل؟ يعني الآن الدكتور قيس يقول أنه لم أكن أتوقع أن أفوز، هذه عبارة نحتاج أن نضع تحتها بجزء 100 خط، لم أكن أتوقع أن أفوز، ولكني أردت أن أشارك لأقول للناس أننا كعرب نحب أن نشارك ونحب أن نكون من نسيج هذا المجتمع. واليوم بعد مضي ما يقارب أكثر من 50 عام، المهندس حسن غيا يدخل الانتخابات تحت لافتة الليبرال، ومع ذلك يتعرض عفوا بناء على طلبهم هم وبعد ذلك يتعرض إلى هجوم غير منطقي وغير معقول، ثم يضطر إلى سحب أوراقه من الانتخابات فيستمر هو باسمه الشخصي ويخوض الانتخابات. هل ما زال العربي إلى الآن يريد أن يثبت
أنه من نسيج هذا المجتمع سياسيا وأنه قادر على خوض الانتخابات ليس من أجل أن يفوز وإنما ليثبت وجوده في المجتمع الكندي؟ السؤال أبدأ فيه بالمهندس حسن لأنه صاحب التجربة الأنضج الآن الأكثر حداثة. أخي العزيز، أولا بناء كما قلنا عن التجارب التي تحدث عنها الدكتور قيس، كان هنالك تجارب فردية من بعض العرب الذين دخلوا المعترك السياسي ولكن كأفراد ولم تكن تسلط الأضواء عليهم كعرب. نعرف بيير ديباني مثلا الذي مضى سنين عديدة في أوتا عضو في البرلمان الكندي وعرف أنه عربي فقط عندما إما بعد تقاعده أو عندما كان قريبا من التقاعد. كان في سام حمد في كيبك كذلك. كان هنالك بعض الأفراد الذين ينجحون في حياتهم الشخصية أو لسبب أو لآخر وكانوا إما قصدا أو عن غير قصد يخبئون أو يخفون وصولهم العربية وينخرطون ويصلون. نعود إلى تجربة الشخصية. تجربة الشخصية كما يعرف الجميع أنني طلب مني أن أترشح وفزت في الانتخابات الداخلية داخل الحزب. يعني فزنا بثقة الناس وأصوات الناس في المنطقة التي ترشحنا بها ودخلنا من الباب العريض. ولكن الذي حصل كما نعرف أن هنالك مراكز قوى داخل الأحزاب السياسية وداخل المؤسسات السياسية بشكل عام. لا أقول أن الاستقصاء يكون فقط لأن اسمك محمد أو حسن أو إلياس. قد يكون الاستقصاء بسبب تاريخك أو بسبب ما يخافون منه منك. يعني مثلا أن يأتي شخص ويترشح يكون معه جوائز مثلا من مجتمع عربي واسمه عربي وكذا ولكن ليس عنده حضور كبير في الجالية لا يستطيع أن يدافع بمصداقية عن شؤون الجالية قد يتم قبوله. أما أن يأتي شخص ويقول أنا عندي شعبية وعندي مصداقية وعندي وجود في الساحة وأنا بقدر ما أدافع عن الحزب الذي أنتمي له أدافع عن الجالية التي أنتمي لها هذا قد يكون أمرا يصعب هضمه من قبل القوى النافذة داخل الأحزاب السياسية. وهذا الذي حصل معي. يريدون أشخاصا ليقول والله نحن منفتحون نحن عندنا تعددية نحن نمثل جميع الجاليات ولا نفرق. ولكن عندما تدخل يصبح سواء عربي أو غير عربي عندما يدخل الأحزاب سيأتي ويمثل حزبه في الجالية ولن يكون يمثل الجالية داخل الحزب. هذا أمر يجب أن نفهمه ويجب أن نعرفه. أنا شخصيا عندما دخلت تصورت أنني بإمكاني أن أحمل هموم الناس هموم الناخبين في المنطقة وهموم الجاليات التي أنتمي لها وكان شعاري دائما سأعطي صوتا لمن لا صوت له. كلام كبير. يعني أنت أنا بدي أحكي هاي العبارة أعيدها. أنت كنائب عربي تصبح ممثل للحزب داخل الجالية العربية وليس العكس. هذا الذي شعرته مما يريدون الذي تريده الأحزاب السياسية. ولا أريد أن أتهجم على الحزب الليبرالي أو غير الحزب الليبرالي بشكل عام حتى تسير الأمور وحتى تستطيع الأحزاب أن تحكم بسلاسة يجب أن يكون أعضاء الحزب أو أعضاء البرلمان أعضاء يمثلون الحزب داخل جاليتهم. وكنت أنا دائما عندما ترشحت كنت أقول في حملة الانتخابية للناخبين هل تريدون أن ترسلوا صوت منطقتكم أو صوتكم صوت الناخب إلى أوتاوا أم تريدون أن تحضروا صوت أوتاوا إلى الدائرة؟ وهذا يعني مشكلة الديمقراطية بشكل عام نقول وهنا في كندا ولكن قد تنطبق على ديمقراطية كبيرة. وبرغم كل ذلك لا أزال أفضل الديمقراطية الكندية على الدكتاتوريات التي نعيشها في أماكن أخرى. طبيعي. أستاذ قيس عنده كلام I think. تفضل أستاذ. بس أريد أن أشير إلى أن هذه
هذا الحديث اللي نحن بصدده الآن بالنسبة للعرب أيضا ينطبق على الجاليات الأخرى. فمثلا هناك ممثلين للجالية الصومالية، للجاليات الهندية، للجاليات فيتنام في البرلمانات، أما الكندية أو حتى في المقاطعات المختلفة. فدورهم أن يكونوا همزة وصل بين هذه الجاليات والحكومات، وفي نفس الوقت هم كنديون أيضا، بل هم كنديون في الأول، وهذا لا يمنع أن يستطيعوا أيضا أن يمثلوا جالياتهم المختلفة. والكنديون يرحبون بهذا. احنا راح يكون عندنا حلقه عن العرب الهموم السياسيه، اليوم بدنا نركز شويه على الامور الاجتماعيه، ولكن نعمل حلقه عن الموضوع. دكتور جمال، فقط فضل. ملاحظه صغيره تفضل. اخي دكتور قيس، انا اوافقك هذا الكلام 100%، ولكن الذي لاحظناه ان الجاليات الاخرى تمثل تستطيع أن ترفع صوت جاليتها في البرلمان أكثر بكثير مما يستطيع العربي أن يرفع صوت جاليته في البرلمان. لماذا؟ أنا لا أقول أنني أريد فقط أن أكون ممثل العرب الذين تابعوا حملتي. كانت حملتي الانتخابية بست لغات، خطبي في الحملة الانتخابية كانت بست لغات، ومنشوراتي كانت بست لغات بما فيها العربي. يعني نحن لا نريد إقصاء الآخرين، طيب، ولكن نلاحظ أن هنالك محاولة من قبل الآخرين لإقصائنا. أستاذي، طيب. لي عندك أي نعم. أي وجهة نظر في هذا الموضوع؟ ودخلنا بزواريب سياسية. يا إحنا بدنا نطلع منها، بس خلينا نخلص هذا السؤال. طلعنا منها أستاذي لي. هذا التشاجم العربي عميق وما له حل جذري إطلاقا. الحياة السياسية العربية عم نصدقها ونجيبها معنا على كندا، صح. ولكن هل الأشياء كلها هذه ما بتحصل بفراغ؟ في وقائع سياسية وتخدم من بعض الفئات السياسية الدولية، واللي صار بسبتمبر 11 2001 عكر كتير الوجود العربي بكندا ونورث أمريكا. بس الحديث عن طرح في عربية معينة أو صف معين كلها انعكاسات على الانخلافات الداخلية بالبلد العربية، ومنعرفها نحن من لبنان، عبيجوا من لبنان بيرجعوا لهون بياخدوا أحساب ولاءات للبلدان اللي اجوا فيها. سو منا نحن مثل الطليان او اليونانيه او الروس، في هوموجينيوس، يعني في وحده معينه للجاليات العربيه المؤلفه من 22 دوله. كلهم عندهم مصالح خاصه وارتباطات خاصه، هيدي كلها عم تاثر على تاثيرنا بالمجتمع. والصورة اللي طلعت من 2011 عن الانتفاضة العربية لليوم بالعراق وباليمن وسوريا ولبنان وليبيا كلها أثرت سلبيا على الوجه العربي الموجود حاليا بكندا أو بأوروبا أو بنورث أمريكا. عدم وجود وحدة، عدم استراتيجية، الأجيال الجديدة بوادي، الجيل اللي إجا بالأربعينات والخمسينات والستينات بوادي تاني. أستاذ قيس غانم تحدث كتير بالكتاب My Arab Spring My Canada عن نقاط جوهرية الجيل العربي من 40-50 سنة ما كانوا عم يخذوها بعين الاعتبار. أولاً، أغلبهم بيجوا بيفتحوا businesses, small little businesses, they don't participate. ما بي اهتمام عام بالقضايا السياسية الموجودة بالبلد. قلة
دراسة الحقوق والعلوم السياسية الاجتماعية، أغلبهم بيتخصصوا بالهندسي، منهم بيضلوا منهم بيرجعوا. ارتباط عضوي بالسيفيك سوسايتي، الأشياء اللي بتبين بالميديا، اللي بتبين على التيفي أو على الراديو، كتابة المقالات أو كتابة الرسائل إلى الجرائد. في عدم الدخول بالجيش أو بالار سي ام بي أو بأشغال الإدارة بالحكومة، الصيت السلبي بالنسبة لمعاملة المرأة بكل البلاد العربية، نسبة الأمية، كل هذه بتعكس سلبا على الجيل العربي اللي احنا بنفكرها انه موحدة او شبه هوموجينيس، but it is not. النواب الموجودين بالبرلمان او بالسنت بينعدوا على الاصابع، وجودهم كمان تأثيرهم على الحياة السياسية بكندا ضئيلة جدا. هلأ الجيل الجديد اللي عم يدخل موجود بكارلتون يونيفرسيتي او بتورنتو يونيفرسيتي او بأوتاوا يونيفرسيتي او بمونتريال، في عم يتوزعوا على عدة نواحي، هندسي ولا وميديسن وعلوم سياسية وعلوم اجتماعية، يمن هؤلاء 12 سنة يعملوا تأثير على المجتمع الكندي. فحاليا الجيليات الأجنبية أكثر نفوذاً منا بكتير، خاصة بتعلق بالسياسي. هل كتير أستاذ إلي شغل؟ أستاذ إلي هل بداية تقريباً، هل تتوقع إنه هذه المشكلة للانقسامات الداخلية في المجتمع العربي؟ يعني إحنا بنحلم قاعدين بوحدة المجتمع العربي في الدول العربية، هذا حلمنا منذ الصغر، ولكن توقعنا أنه مستحيل يصير لخلافات عديدة. لما جينا هون قلنا على الأقل المجتمع العربي تغير كثير، ما عم بسمع الواضح. أوكي مش عارف، طب خلينا بس نكمل سؤالك. حعيد السؤال. انقسام المجتمع العربي في الغربة، يعني احنا سامعينك كويس أستاذ إلي، مش عارف شو السبب. سامعني؟ طيب. أنا أستاذ إلي سامعني؟ طيب جمال، سامعني أنا أستاذ إلي؟ وجه السؤال دكتور قيس؟ يس حوجه دكتور قيس. الانقسام المجتمع العربي، المجتمع العربي منقسم ويحمل مشاكل المجتمع العربي في الوطن العربي ينقلها إلى كندا، بما معناه أنه الجالية سين، بدناش تحكي أسماء جالية، الجالية سين بيكون فيها 3-4 أحزاب أساسية أو تجمعات أساسية، بتيجي بتعمل هون نفس التكتلات وبتنقسم على بعضها. الجالية صاد نفس الشيء، ومع أنه إحنا نرجع بنحكي دا حلمنا طول عمرنا، يعني إذا إحنا هنا في بلد المهجر مش قادرين نتجمع، فكيف بدنا نقدر نوصل صوتنا؟ يعني مستحيل 200 واحد يقدر يوصلوا واحد لأي مش برلمان يوصلوا لسوق الخضرة. يعني هذا السؤال مهم جدا جدا الحقيقة. أنا كاتب شعر عن هذا الموضوع، إذا في وقت أقرأ لكم القصيدة. لكن نعود إلى السؤال. طبعا إذا كان المجتمع العربي منقسم في الدول التي أتينا منها، وإذا كان إذا كانت الديمقراطية منعدمة من الدول التي ولدنا فيها، ونحن لم نتعود على التصويت ولا على الاقتراع ولا على الانتخابات، فنأتي إلى هنا ونحن يعني نعتبر كمغفلين أو أطفال بالنسبة للحركة السياسية، ولذلك لا نستطيع مثلا أن نوضب أنفسنا مع الجالية ونحاول أن ننتخب ممثلين ولو حتى عدد بسيط يكونوا يمثلون أصواتنا في البرلمان.
بينما الجاليات التي أتت وكان من شأنها أن تتلاحم، مثلا الجالية الفيتنامية التي أعرفها معرفة جيدة جدا لأنني أحضر أكثر اجتماعات هذه الجالية وأتعلم منهم، والجالية الصومالية تخيل بالرغم من الشتات اللي موجود في الصومال وضبت نفسها هنا في كندا واستطاعوا أن يعني ينتخبوا عضو برلماني صار وزيرا في الحكومة الفدرالية. لكن نحن العرب هذا شأننا، الانقسام والحسد والغش والغدر. ولذلك بعد إذنكم سأقرأ عليكم قصيدة من دقيقة ونصف فقط. تفضل. ممكن؟ تفضل. يقولون إني قليل الأدب، وإني جريء ألوم العرب، وإني أبالغ عند الهجاء، وشعري شرار ولغوي لهب، فإن نار شعري خبت ليلة هرعت إليها أضيف الحطب. أما علموا أن في مهجتي فؤادا كليما بكى وانتحب، فكيف أنام وفي مقلتي دموع الأسى ودماء الغضب، لأني أرى كل من حولنا يقاتل أهلا لأدنى لقب، وفي كل قطر أرى خائنا يبيع الضمير لنيل الذهب، وفي كل عرش أرى حاكما تولى علينا ولم ينتخب. يحضر عرشا لأبنائه فيمنحهم عاليات الرتب، تشبث بالعرش كالأخطبوط، فكان الفريد سوار الذهب. هذا السوداني. يقولون إني قليل الأدب، وإني بذيء أسب العرب، فإن جئتكم شاكيا باكيا فها أنا ذا قد شرحت السبب. الله لا فضة فوق. دكتور قيس، يعني أنا أحبك يا دكتور قيس. وكلنا نحب الدكتور قيس. نعم والله، يعني دكتور قيس يقطر عسلا، متبادل. الله يبارك فيك. أنا أريد أن أسأل المهندس حسن، بعد هذه يعني الآلام التي أسمعتمونا إياها والتوجعات التي يعني أحسسنا بها، هل كان من الأسهل على أصحاب الديانات المختلفة من العرب أن ينخرطوا في الساحة الكندية أكثر من القوميين العرب؟ يعني أن تكون اللافتة الدينية أسهل من أن تكون اللافتة عربية حتى ينخرطوا في المجتمع الكندي، فبالتالي يكون هناك تقاربا بينهم وبين فئات موجودة في المجتمع أكثر ما يكون بشكلهم العربي الخالص؟ أخي العزيز، أنا لا أتصور أن المسألة بالنسبة لنا هي مسألة دينية بقدر ما هي مسألة شردمة، نحن متشردمون. يعني بصراحة أذكر كلمة قالها ساطع الحصري بعد نكبة 48، سأل خلال محاضرة، سئل ساطع الحصري لماذا هزم العرب وهم 7 دول وإسرائيل دولة واحدة، فأجاب: انتصرت إسرائيل لأنها دولة واحدة، وهزم العرب لأنهم 7 دول. طبعا. وهذا يلخص مأساتنا. إذن المسألة، يعني مثلا عندك من يقول أنا عربي، آخر يقول لا أنا لبناني، لا آخر أنا أمازيغي، أو أنا مغربي، أو أنا حتى اللبنانيين أنفسهم منفرقون من أي طرف، ومن كما قال الدكتور الدكتور أمين نصر الله إلي، قال أن أتوا من بلادنا الأصلية، بدل أن يحضروا مع يأتوا بالانفتاح أحضروا معهم صراعاتهم الداخلية هناك. حتى هنا لا أتصور أن هنالك حزبا لبنانيا إلا وله ممثلون هنا ويتصارعون هنا كما يتصارعون في لبنان. كلبناني بإمكاني أن أقول هذا الكلام، وهذا الكلام ينطبق على كل الجاليات العربية. وبالتالي إذا لم نجد
حل إذا لم نجد صيغة نقول لبعضنا البعض يا جماعة الخير نحن في مركب في زورق مشرف على الغرق ومصلحتنا واحدة برغم كل خلافاتنا، لنضع هذه الخلافات جانبا ونرى ما هو العوامل التي تساعدنا على اسمح النجاح. اسمح لي بس مهندس، اسمح لي طبعا. عفوا على المقاطعة، لكن اسمح لي هناك سؤال. احنا عندنا جروب على الفيسبوك بدأناه من 3 سنوات، ايوه، والهدف منه كان تأسيس نواة لهذا التجمع العربي في كندا، وخطابنا كان لكثير من الشباب، وأجرينا كثير من الإحصاءات، وأجرينا كثير من الاستفتاءات، وأجرينا كثير من التجمع اللقاءات. كان في مرة من المرات سؤال واضح وصريح: ما هي الهموم العربية التي تستدعي تجمعا عربيا؟ هذا السؤال وجدنا فيه الكثير من المعاناة للإجابة، فأريد أن أسألك إياه يا مهندس حسن، ما هي الهموم العربية التي تستدعي تجمعا عربيا حتى ندافع فيه أو نحمي فيه أو يكون له منفعة لنا كعرب، نحن نعاني من هذه الهموم فينفعنا؟ هنالك أمور كثيرة. أولا الحفاظ على لغتنا وثقافتنا كعرب لنوريثها لأجيالنا القادمة، لا نريد أن يكون مجرد أولادنا وأولاد أولادنا من أصول عربية ولا يعرف أحد منهم كلمة مرحبا. هنالك من يعانون من هذه المشكلة، هذه أول نقطة. النقطة الثانية المساواة، نحن نعاني من مشاكل التمييز، يعني أمام الوظيفة عندما يكون، ولاحظنا في كثير من الأحيان حتى هنالك تجارب ميدانية بالموضوع، عندما تقدم سيرتك الذاتية لوظيفة معينة واسمك حسن أو حسين أو إلياس أو كذا توضع جانبا. أنا سمعت عن قصص أشخاص نفس السيرة الذاتية قدمت باسم عربي وقدمت باسم لاتيني، وكان الذي اسمه لاتيني يدعى للمقابلة أما الاسم العربي لا يدعى للمقابلة. يعني عندنا نعاني من التمييز في المسكن، ونعاني من التمييز في الدراسة، ونعاني من التمييز في الوظيفة، وكل هذه الأمور إضافة إلى سمعتنا. سمعتي كلما يعني بعد أحداث كيبك والحمد لله وبدون اعتداد بالنفس أتصور أنني ساهمت إلى حد ما بتغيير النمط للإعلام الذي كان يواجهنا. كان إذا كان هنالك أي مسلم أو أي عربي في أي منطقة من العالم يقوم بأي عمل غير مقبول كانت تصوب أصابع الاتهام إلى كل العرب والمسلمين حول أنحاء العالم. كنا نقول لهم لا، هنا نحن لسنا أفضل من قد لا نكون أفضل من غيرنا، ولكننا بالتأكيد لسنا أسوأ من غيرنا. نحن مواطنون ككل الناس، لنا ما لغيرنا من حقوق وعلينا ما على غيرنا من واجبات، ولكن إذا لم نكن نحن متحدين لن نؤخذ بعين الاعتبار. أعود لتجربتي الشخصية في سان ليونار، كان لأن المنطقة كانت تاريخيا دائما يأتي النائب من أصول طليانية، الآن الأكثرية الناخبين في هذه المنطقة أصبحوا عربا، وعندما ترشحت وفزت ديمقراطيا في الانتخابات الداخلية داخل الحزب الليبرالي يعني كان هنالك بركان الاحتجاج، كيف يأتي غير طلياني وكيف ومورست كل الضغوط على الحزب الليبرالي ليتم إسقاطي وإقصائي ليلة الانتخابات حتى لا تعاد الانتخابات، لأن الانتخابات لو أعيدت لفزنا مرة أخرى. تم إقصائي ليلة الإعلان عن الانتخابات ليقول الحزب أنه ليس بإمكانه إجراء انتخابات جديدة، وفرض السيدة التي خسرت الانتخابات الداخلية ضد، لماذا؟ لأن جاليتها كانت متحدة ضد وخلفها. هذه نقطة. والنقطة الأخرى لأنهم كما تفضل الدكتور قيس أو الدكتور إلي يتبرعون للأحزاب، يشاركون في الأحزاب، يعملون. نحن نقف على قارعة الطريق ونتذمر. هذا سؤالنا القادم، هذا سؤالنا القادم. أستاذ إلي، إذا سمعنا بدنا نسمع رأيك عن هموم الجالية. وهموم الجالية ليس هنالك صوت. هموم الجالية متعددة ومتشعبة وتاريخية.
أنا باعتيادي الشخصي بغياب الحضارة الديمقراطية بالبلدان اللي نحن جينا فيها والاستبداديات السياسية والإقطاع السياسي والإقطاع الديني عم نجي عبيد فيها تراث ديمقراطي عميق. في شيء اسمه liberal democracy المواطنية تعني شيئا. ما عندنا مفهوم المواطنية نحن بالعرب. سو عم نجي هون عم نضيع. أنت كمواطن يجب وينبغي والمفروض أنك تمارس معرفة شو عم يصير بهالمجتمع. في اجتماع بمدرسي، في اجتماع بمستشفى، في اجتماع بنقابي بكتيرك فيه بتعرف شو عم يصير. بس يجي يوم الانتخابات بتعرف شو عم تصور. مثل ما قال الأستاذ قيس، بيجي القذافي أو بيجي أي زعيم بيقعد على العرش سنين متتالية، بيرجع ابنه وراه، بيرجع ابنه وراء ابن ابنه وراه أيام وليالي. بأي بلاد عربية، بأي بلاد العالم مش موجودة حالياً هيدي، مش موجودة أبداً. سو مفهوم المواطنية السياسية غريب علينا، مش متعودين على ديمقراطيات وآراء مختلفة وديانات مختلفة، احترام الرأي. مع أنه أنا بختلف أنا وياك بالرأي، ولكن بحترمك، بحترم هالرأي. إذا بكتب مقالي بجريدة ما رح كون فزعان إنه رح يجي حدا يدق علي الباب. معاملة النساء، معاملة النساء بالبلاد العربية وعدم وجود موقف للنساء، ممنوع بالسياسي مثلا، ممنوع إن المرأة تحكي بالسياسي بشكل عام. لا، مش شغلتها هالشغلة هيك. حتى بلبنان يتعلموا الطالبات الحقوق، بيتخرجوا من المحاماه بكل سنه 10-12 ألف محامي، محاميه قليل جدا منهم بينجحوا. لا، لان بعد الثقافه السياسيه والفكريه انه بنروح على لعند محامي رجال بيشيل الزير من البير. المراه شو بتعمل لما تفرق؟ كلهم بعدين بيروحوا يغيروا، بيشتغلوا شغلات ثانيه. فنحن بكندا هون عم نيجي من حضارة سياسية مختلفة. هلأ الأجيال الجديدة second generation بالمية مية ما راح تكون هيك أو راح تكون بشكل ضئيل. في أمل إنه بعد الانهيار الربيع العربي اللي صار والثورات العربية، انه هالاجيال اللي عم تيجي جديده اللي هون تكون اكثر صوره عندها واضحه انه لازم تدخل بالنطاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مش فقط ماليا، بدها تكون مواطن بكل معنى الكلمه. هلا ممتاز. وجود بعض الحركات السياسيه الموجوده بامريكا والعنصرية الجديدة من النظام الحالي وعدم احترام أي دولة عربية موجودة حالياً راح تأثر كثير على الجاليات العربية الموجودة بكندا وأمريكا. لا 4-5 سنين لا يتغير هذا الجو السلبي. صحيح. ولكن بشكل عام نحن عندنا شوية ثقة بالجيل الجديد اللي عم يتعلم بكندا بالجامعات. الجيل العتيق ما بيعتقد في حياته اللي من تنادي. هذا هو الأمل الوحيد. طيب أنا اسمح لي أستاذ إلي، أنا أتوجه بالسؤال للدكتور قيس. يعني اليوم لما بتكلم، أنا أتوقع الهموم اللي ذكرت في جزء كبير منها له تماس بالعمل السياسي. موضوع التمييز اللي ذكره المهندس حسن ربما يكون مناطقي، يعني في مناطق فيها تمييز، مناطق أقل حدة، مناطق يعني لا نكاد نشعر بهذا التمييز. الأجيال والتواجد العربي انتشر وصار
بشكل أكبر. المساهمة العربية، هل نحن نشعر؟ طبعا خلينا نتفق، ولا نريد أن نطرح هنا الجانب السياسي لأنه سيكون له حلقة خاصة في الجانب السياسي لأنها متشعبة وفيها تفاصيل كثيرة ونحتاج لها حقيقة الحلقة كاملة، لنتحدث عن الهموم الاجتماعية، الهموم الاقتصادية، الهموم النفسية للمجتمع العربي. هل نستطيع أن نقول أن الإنسان العربي في كندا مع الزمن إما أن ينصهر وينسى هويته فيصبح كندي 100% ويتقبله المجتمع، أو أنه يعاني الأمرين حين يريد أن يتقدم لأي نشاط من الأنشطة في مجتمعه؟ هل هذا الكلام حقيقة؟ المشكلة فيه في الإنسان العربي كما يذكر الأستاذ إلي، المشكلة فيه في الإنسان العربي، أم المشكلة فيه في النظام الكندي الاجتماعي، خلينا نقول العقد الاجتماعي الضمني اللي موجود داخل كندا كما يصفه تجاوزا خلينا أقول المهندس حسن غية؟ فهل أين ترى المشكلة بين الطرحين؟ سألتني هذا السؤال؟ نعم دكتور قيس. أعتقد الإجابة على هذا واضحة، وهي كما يلي: صحيح أن أنا أتيت من اليمن إلى كندا بمفهوم، بثقافة معينة، بمبادئ يعني خاصة بي، بديانة مختلفة عن هذه البلاد، ولا شك أنني سأتمسك بجزء كبير من هذه الثقافة وهذا الإيمان وهذه الأساليب التي استعملتها في بلادي من قبل، ولكن هذا لن ينطبق مطلقا على أولادي وبناتي، ولن ينطبق مطلقا على أولادهم وبناتهم. فبعد جيل أو جيلين سيتغير الموضوع تغييرا جذريا، كما حصل للناس اللي أتوا من فرنسا ومن فيتنام ومن غواتيمالا ومن روسيا ومن يوكرين، كلهم كنديون يتكلمون أما اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو الاثنتين، ولن يكون هناك سؤال بهالشكل يعني يطرح. لكن في هذه الأثناء نحن ممكن أن نحسن من وضعنا إذا تعاوننا مع بعض، إذا تفاهمنا، بدل من أن نكون يعني في عراك مستمر أو في تنافس غير صحي بين فلان وعلان. لأنه هل نحتاج ذلك دكتور قيس؟ يعني خلينا نكون صريحين زيادة عن اللزوم. اليوم أنت تقول إنه أبناؤنا وأن أبناءنا وأبناء أبنائنا سينصهروا في المجتمع، لا نقول حتى مجرد الاندماج، نقول الانصهار، ويصبحوا كنديين 100%، لا يتقنون العربية وإنما لسانهم إنجليزي أو فرنسي وهويتهم كندية، ولن تفرقهم عن أي كندي موجود في هذا المجتمع. هل بعد ذلك نحتاج أن يكون هناك تجمعات عربية، أو نحتاج أن يكون هناك إطار من الأطر يحمي الهوية، أم لا نحتاج ذلك؟ يعني نريد أن نفهم أبناءنا ما هي الغرض، ما هي الضرورة لأن يتجمعوا؟ نحن طيب الجواب واضح من التاريخ، لأنه مثلا ماذا حدث للإيطاليين الطليان الذين ذهبوا إلى نيويورك؟ هل تراهم يتحدثون اللغة الإيطالية الآن؟ أبدا. بعد هم أمريكان، ولكنهم في نفس الوقت كومو هذا اللي هو رئيس مقاطعة نيويورك أتصور أنه لا يتحدث اللغة الإيطالية، ولكن انظر إلى المنصب الذي وصل إليه وهو الآن أمريكي 100%. ما الهدف؟
يعني رئيس الأرجنتين أصله سوري. أيوة. صوت. عربياً ما الهدف؟ عربياً ماذا يفيد؟ لا هو أرجنتيني حتى النخاع، ومصلحته الأرجنتين هي مصلحته، وبالتالي سواء كان من أصوله القديمة قديمة جداً عربية أم لا، ما الهدف؟ أيوة. إذن لماذا أصلح تجمعات، ولماذا أنتحب وأقول أين العرب؟ لماذا لا يوجد تجمعات عربية؟ لماذا ولماذا؟ إذا كان في النهاية هو مآله ليس عربيا، فإذا هذا هو الإحساس. أنا أقول هذا هو الإحساس. اليوم ابني وابن ابني راح يقول إذا أنت تدعوني أن أكون عربيا لماذا؟ يعني أنا سألت ابني سؤالا واضحا، أنت عربي، أصلك عربي حتى لو وجدت في كندا، لك إيمانك ولك دينك ولك. قال لي بسهب ببساطة، كم من الكنديين المسلمين، كم من الأمريكان المسلمين، وكم من الكنديين المسيحيين، وكم من الأمريكان المسيحيين، لا يعني ليس بالضرورة حتى يمارس شعائره وعقائده يحتاج أن يكون عربيا. هذا الشعور يجعل يعني طرح التجمع العربي بالنسبة له رفاهية. سواء رضينا أو أبينا، الذي سيحدث وما حدث للجاليات المهاجرة التي أتت إلى أمريكا من جميع أنحاء العالم وانصهرت وصارت لغتهم اللغة الإنجليزية فقط، وصار يعني مبدأ الصحف اللي يقرؤونها هي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ويسافرون بسيارات يعني أمريكية ويكتبون اللغة الإنجليزية فقط. هذا مفروغ منه. إذن اعذرني دكتور قيس، هذا السؤال الأخير أسألك إياه حتى لا أثقل عليك، اعذرني، لماذا أتعبت نفسك سنوات طوال وأنت تؤسس لتجمعات عربية؟ لأنني أنا ما زلت حيا وما زلت أفكر كعربي وكمسلم وكيمني، ولذلك في هذه الأثناء يعني أريد أن أنتمي إلى هذه المجموعة، ولكن أولادنا لن يطالبوا بهذه الأشياء. نقطة مهمة أستاذ حسن. نعم. شو رأيك؟ أنا رأيي مع احترامي للدكتور قيس، ولكنني أختلف معه بالرأي الذي قال هنالك بعض الجاليات التي انصهرت، ولكن انصهرت على السطح، أما إذا نزلت إلى شيء ما بعد السطح تحت السطح ستجد أن الانصهار ليس كليا بالشكل الذي نتصوره. يعني وهذا ما الذي حصل معي في سان ليونار، يعني أتحدث عن تجربة. هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا حافظنا على ثقافتنا يا جماعة الخير، لا ننسى أن الثقافة العربية ثقافة ثرية جدا جدا جدا، وهي من دعائم الثقافة العالمية. خسارة هذه الثقافة هي خسارة ليس فقط بالنسبة لنا كعرب، وإنما هي ثقافة خسارة للثقافة الإنسانية ككل. إذن الحفاظ على هويتنا بنظري هو خدمة ليس فقط لنا كجالية، وإنما خدمة للمجتمع الذي استقبلنا، وخدمة للمجتمع الذي ولدنا فيه. مهندس حسن، يعني حتى لا نكون يعني رومانسيين وحالمين أمام المشاهدين، لو سمحت أعطنا كيف ثقافتنا العربية ستخدم الثقافة الكندية التي نعيش فيها بشكل يعني مبسط وبأمثلة واقعية حقيقية. كيف، ما هي الثقافة التي غيبناها عن المجتمع الكندي وكانت لدينا في المجتمع العربي؟ أخي العزيز، أولا نحن أصلا حتى الآن نحن أصلا فاقد شيء لا يعطيه. يعني حتى نحن الذين نقول أننا عرب أصبحنا مشردمين لدرجة أن نحن لم نحافظ على ثقافتنا كما يجب. يعني أرى الناس الذين يتكلمون بالعربية كلمة عربية وكلمة فرنسية وكلمة إنجليزية بهذه الطريقة لن نساعد. هلا مثلا خذ مثلا الطعام في كيبك، دائما أقول على التلفزيون الكندي أننا كمجتمع كيبكي نجحنا
في الاندماج بمجال الأطعمة، بمجال الغذاء أكثر بكثير مما نجحنا في النواحي الأخرى من الحياة. هنالك في الأدب العربي، هنالك في الثقافة العربية، إذا كنا فعلا نستحق هذه التسمية، أمور كثيرة قد تساعد. يعني حتى أنا شخصيا عندما ترون في مقالاتي، أكتب كثيرا في الصحافة الفرنسية وفي مقابلاتي، عندما أحدثهم عن الثقافة الإسلامية أو الثقافة العربية يصغون ويجدون أنها أمور يجهلونها. يعني مثلا الوباء الذي يحاصرنا الآن من كل الجهات، لم يكونوا يعرفون أن مسألة الطهارة كانت جزء لا يتجزأ من الإسلام، الطهور شطر الإيمان مثلا. الناحية الثانية، الحجر الصحي، لم يكونوا عندما تحدثت معهم بهذه الأمور لم يكونوا يعرفون أنه أتى مع ابن سينا. يعني هنالك أمور عديدة منطقة، إذا كنا فعلا نريد أن نستحق هذا الاسم ونريد أن نكون فعلا خير خلف لخير سلف، لا نستطيع أن نقدم. أما إذا كنا نحن نخجل من ثقافتنا ونختبئ وراء أصابعنا ونحاول دائما أن نلعق أحذية من في السلطة كما اعتدنا أن نفعلها في بلادنا الأصلية، لن يحترمنا أحد. إذا لم تحترم نفسك لن يحترمك مخلوق على وجه الأرض. ولكن الحفاظ على ثقافتنا لا يعني انتقاص من ثقافة الآخر. خدمتنا لأبناء جاليتنا لا يعني أننا غير جديرين بأن نكون كنديين، ولله الحمد أنا كندي أكثر بكثير من كثيرين من الموجودين الآن في أعضاء البرلمان، لأنني أتيت إلى كندا قبل أن يولد. مهندس حسن، أنت صحيح بتحكي، لكن وضعت يدك على الجرح، أننا العرب الآن للأسف غير متمسكين أصلاً بثقافتنا ولغتنا وعاداتنا طبعاً وتقاليدنا طبعاً العربية. طبعاً. طيب أستاذ إيلي، في عنا صار وجهتين نظر. دكتور قيس بيحكي أنه بغض النظر، وطبعاً أنا يمكن رأيت كثير أمثال زي هيك، وجهة النظر بتحكي أنه بغض النظر إيش استطعنا، الجيل الثالث على الأقل راح يكون غير متحدث باللغة العربية، قد يكون له انتماء عربي وثقافة عربية، بيعرف عن جذوره، لكن ليس كما نريد نحن. يعني الأستاذ حسن بيحكي لا، لازم ندمج أنفسنا أول شيء، طبعا نحكي شو هي ثقافتنا وندمج أنفسنا في المجتمع ونظهر جمال هذه الثقافة. شو رأيك أستاذ إلي؟ في بيت شعر بيقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصلي فتما قد حصل. ما في حضارة صينية دينية من الهند من لاتين أمريكا الفارسية إلا ما قدمت العالم أستاذي لي احنا سامعينك، لو تطفي بس الصوت من الموبايل، انا شايفك بتحضر الموبايل، بس اطفي الصوت وتكلم معنا عادي، احنا سامعينك. لا اي في صوت صدى، كان في صوت صدى، خير ان شاء الله، شكرا. طفى هذا، اختفى ان شاء الله. طيب في هذه الاثناء، طيب اتفضل. طيب احنا بدنا نحكي الان كيف احنا كجالية عربية بدنا نحقق هذا التوازن. يعني احنا بنحكي احنا عندنا عادات جميلة ورائعة، وعندنا دين يحبذنا على التمسك بعادات الصدق والأمانة والنظافة والعطاء والحب والصدقة، لكن لما تيجي تنظر على الواقع بغض النظر عن التشرذم العربي حتى الفرديا، نحن لسنا قوة في المجتمع. فبتروح على أي تجمع، يعني بتلاقيش عرب مثلا بالكوميونيتي سنترز، في تجمع للكوميونيتي سنتر أسوشيشن، يعني قليل جدا. لما تروح تسوي فالنتير بتلاقيه قليل جدا. طب احنا الآن في موطننا، احنا يا عمي هذا بلدنا كندا، بغض النظر عن بلادنا الحبيب الوطن العربي، الآن بلدنا كندا، وإحنا عارفين إنه يعني معظمنا سيدفن هنا وسيدفن أولاده وأولاد أولاده. فكيف الآن، شو هي النصيحة منكم لهذا المواطن اللي عربي كندي
كيف انه فعلا يظهر نفسه في المجتمع اللي هو فيه. بدناش احكي انه يظهر نفسه كعربي، بس يظهر نفسه في المجتمع اللي هو فيه، كيف يندمج. استاذ حسن خلينا نبدا معك. قبل كل شيء اخي العزيز، تحدثت عن اننا سندفن هنا. عندما اتينا هنا لم نكن نفكر بشراء بيت، ولكن في المرحله الاخيره وجدت نفسي اصارع من اجل انشاء مقبره اسلاميه هنا في كيبك. يعني تصور كيف اننا تطورنا من مجرد سفراء للعالم العربي في كندا إلى أبناء في كندا، ونريد أن نحافظ على وجودنا ونريد أن نندمج في هذا المجتمع. نقطة ثانية، أتصور أنكم جميعا سمعتم بهرم مازلو. هرم مازلو الأولوية. للأسف كثيرون من أبناء جاليتنا لا يزالون في الحضيض من هرم مازلو، لا يزالون منشغلين بالضروريات، إيجار بيت، شراء سيارة، إيجاد مدارس للأطفال وهلم جرى، وبالتالي لم يصلوا الى الحد الى المستوى الثاني او الثالث او الرابع ليهتموا بامور المجتمع وامور اخرى، وهذا امر طبيعي. يعني بدل ان نوجه اصابع الاتهام وان نمارس ما يسمى بالعربيه الجلد الذاتي، علينا ان نكون متفاهمين لبعضنا البعض، وان نصبر على بعضنا البعض، وان ناخذ بايدي الاخرين لنصل بهم الى المستوى الذي يخدمهم هم شخصيا ويخدم المجتمع الذي نحن فيه. كما أقول دائما، أن تشعل شمعة واحدة خير من ألف مرة من أن تلعن الظلام ألف مرة. جاليتنا ليست على المستوى الذي يجب أن تكون عليها، ولهذا حقوقها مهضومة، ولكن عددها ليس بالقليل. يعني سواء في كيبك أو في كندا أعدادنا أكثر من أعداد جاليات أخرى لها وجود في البرلمانات ولها وجود في الأماكن الأخرى أكثر منا بكثير. طيب. ولكن علينا اولا ان نبدا كما قال الجميع، يعني من الاستاذ إيلي للدكتور قيس للجميع، اولا الانخراط في المجتمع، الذهاب للمنشآت الرياضيه، للمنشآت الاجتماعيه، للمؤسسات الاكاديميه، ان نخرج الى حد ما من بوتقة الاهتمام فقط بالأمور الشخصية الخاصة إلى الاهتمام بالمجتمع الذي يحيط بنا. يعني فنأخذ مثلا، هذه ليست حلقة دينية ولكن بإمكان نقول بسرعة، الحديث الشريف الذي يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يعني وبالتالي إماطة الأذى عن الطريق ما هو؟ هو اهتمام بالآخرين حتى لا يؤذى شخص آخر. وبالتالي نحن عندما نهتم بشؤون الآخرين وبحد ذاته خدمة ثقافتنا ولأنفسنا. يعني إذا شب الحريق في دار جارك وساعدت جارك على إطفاء الحريق، أنت لا تكون تتصرف فقط من باب الكرم أو الشهامة، وإنما تتصرف من باب الدفاع عن النفس وحفظ الذات، لأن الحريق إذا لم يتم إطفاؤه في دار جارك سيصل إلى بيتك أيضا. لذلك علينا أن نوصل هذه الرسالة لإخوتنا وأخواتنا في الجاليات العربية، أننا لا شئنا أم أبينا نحن أبناء هذا المجتمع. كما نرى أن وباء كورونا لا يفرق بين عرق وعرق أو دين ودين، يهددنا جميعا. وكذا إذا كان وباء كورونا لا يرى الفرق بين جنس بين ألواننا واختلاف دياناتنا، لماذا نرى نحن هذه الاختلافات؟ يجب أن نعمل مع الآخرين من أجل بناء مجتمع منفتح على جميع أبنائه ويساوي بين جميع أبنائه، وينظر إلى المستقبل، مستقبل جميع أبنائه. ولكن هذا لا يعني أنني أتخلى عن جذوري وعن حضارتي وعن ثقافتي. يعني أنا عندما كنت أتحدث مع الطليان في سان ليونار، كنت أتحدث معهم بالطليانية وأعمل معهم بالطليانية، ثقافتهم الطليانية لا تمنعهم من أن يكونوا كنديين. طيب. فلماذا أن ثقافتي العربية ستمنعني أن أكون كنديا؟ طيب أنا يبدو الدكتور قيس عنده كلمة. تفضل دكتور قيس. شوف، بالنسبة للمهاجرين، نحن نأتي من ثقافة مختلفة، من العالم العربي الإسلامي إلى هذه الدولة، ونحاول أن نحافظ على الأدب والكلام اللغة العربية والنحو
والإسلام أو المسيحية إذا كنا مسيحيين، لكن الظروف التي يعني ستفرض نفسها على أحفادنا وعلى أولادنا هي المجتمع الذي يحيط بهم، ونحن نريد لأولادنا الخير، نريد لهم الثقافة التي ستمكنهم من الحصول على وظائف مناسبة وتمكنهم من الدخول في الجامعات الكندية ليست الجامعات اليمنية، ولذلك يجب أن يكونوا هم مهيئين للدخول في هذه الجامعات، ومن بعد الجامعات للعمل في المحكمة أو في المستشفى أو في المدرسة. المهاجرين العرب لعلمكم الموجودون هنا في كندا حاليا، نسبة الثقافة الجامعية بينهم هي تقريبا ضعف بالنسبة للعدد، طبعا برسنتج يعني هي ضعف الكندية، يعني أن بيننا المثقفون نسبة أكبر من الكنديين أنفسهم، لأن جئنا هنا كنخبة، يعني لم يسمح لنا أن نأتي إلى كندا إلا لأننا مثقفين وأطباء ومحامين ومهندسين ورخ، ولكن هذا سيتغير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، سنكون كأي أطفال للفيتناميين والهنود والصينيين والمجر وما شئنا. نحن يجب أن يعني نكون واقعيين ولا نتصور أن الناس لأننا عرب وأننا فخورون بلغتنا العربية أو بالحديث النبوية أو بالقرآن أو بأي شيء مما تعلمناه في الصغر، هذا لا يعني أن أولادنا سيسلكون نفس المسلك الذي نحن فيه الآن. هذه طيب. الحقيقة التي يجب أن يعني نتقبلها، وفي نفس الوقت نحاول أن نجعل من أطفالنا يعني مواطنين صالحين، وفي نفس الوقت إلى حد ما يستمرون في مثلا الاهتمام بالشعر العربي أو بالديانات أو بالموسيقى، لكن it is a losing battle كما يقال، بالرغم من أننا مثقفين أكثر من الكنديين by percentage. طيب اسمحوا لي، يعني احنا الوقت يعني أزف ودخل في نهايته، اسمحوا لي أن أسأل سؤالي الأخير لكل واحد منكم بجملة واحدة إذا سمحتم وتكرمتم علينا، بجملة واحدة، ما هي رؤيتكم لمستقبل المجتمع العربي في كندا، لأبناء المجتمع العربي في كندا بثقافته بحضارته بكل ما يمتلك من تاريخ، ماذا ترون مستقبلا له في كندا؟ أبدأ بالأستاذ إلي لأنه كنا مقصرين معه حقيقة في اللقاء هذا بسبب التكنولوجيا وليس بسببنا يا أستاذ إلي. شكرا جزيلا، يمكن الخطأ مني مش منكم. لا أبدا ما في خطأ. بغض النظر عن ذلك أنا عندي أمل كبير بالأجيال الجديدة اللي عم تجي مثل ما قلنا مثقفة، بتعرف إنجليزي وفرنسي اللغات وصغار بالعمر، لأنه هيدا بسموه الإكسبرس إنتر الإميجريشن، اليوم كلها الهجرة على هذا النطاق، والعولمي واللي عم يصير هلأ بالكورونا فيروس، إذا صار في مرض أي ضيعة من ضيع الكون عم بتأثر على العالم كله، عم بتعمل ريسيشن أو ديبريشن، صرنا يعني بقى يقولوا إنه إسا سمال نيبرهود، هلأ صارت مثل حارة، كل العالم صار سمال حارة. سو عندنا أمل بالأجيال الجديدة هون اللي عم تتعلم بالجامعات اللي عم تنصهر، هذا لا يعني إطلاقاً يوم الأيام أنه
ما بنعبد الضيعة اللي جينا منها أو منحب البلد اللي جينا منها أو اللغة العربية هي الأجمل لغة يمكن موجودة بالعالم، ولكن حاليا الحياة كلها بتعتمد على العلوم الساينتيفيك. ما عندنا نحن للأسف بالبلد العربية أي مختبرات مهمة، أي نتيجة علمية، أي اختراع علمي صار من شي 500-600 سنة. بالكتاب اللي كتبناه هاستيج تو هيستوري كان عندنا العصر الذهبي العالمي بال 9th century 10th century بال 11-12-13 كان عندنا 4-5 centuries probably one of the best in the world. العلوم بالفلك بالطب كلها كانت موجودة، ولكن تدهورت من 13 century لليوم. بقى الطلاب يتعلم بالجامعات، أملنا كتير فيها، رح نضل مرتبطين بالوطن باللغة، and هذا لا شك فيه. بده يكون في توازن بالمعادلة، يعني مثل ما بقولوا you have to adjust you have to adapt، بتاخذ وتعطي. ولكن الحياة الحالية منا شعر، منا نثر، منا عبادة التراث وعبادة التقاليد القديمة. بتنقي انت اللي بيناسبك، تنقي اللي بيعجبك وتنسهر مع المجتمع الموجود فيه. هذا هو الأمل. نعم نعم. استاذ حسن، حالتنا الآن لا يرثى لها، حالة التشرذم أمر مؤسف، وكما تفضل الدكتور قيس والأستاذ إلي، يعني نحزن عندما نرى ما نرى، ولكنني كل أمل، كما يقولون ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وكما قال محمود درويش آخر الليل نهار. الذي أطمح له أن النهضة العربية، لا أقول فقط في المهجر، أن النهضة العربية إذا فعلا كنا على قدر المسؤولية قد تكون من بلاد المهجر لسببين أساسيين. أولا لأن الذين وجدوا في المهجر كما نرى حول هذه الطاولة هي النخبة، والنقطة الثانية وهي الأهم، أفق الحرية التي نعيش به. لا يمكن أن تبني حضارة إن لم يكن هنالك حرية، وحرية واحترام الرأي والرأي الآخر. صحيح. لذلك أرى أنه سيكون خسارة كبيرة لنا وللمجتمع العربي إذا تخلينا عن هذه المسؤولية، لأننا بوجودنا هنا قد نخدم، ليس فقط هنا وإنما نخدم هناك أيضا. مجرد أن نعطيهم صورة كيف أن بإمكان الإنسان أن يكون هو مع عيشه مع الآخر واحترام الآخر، احترامي للآخر لا يقلل من احترامي لنفسي. لذلك أنا متفائل جدا برغم كل ما نرى حولنا، ولكن يجب أن نستمر وأن نثابر وألا ندع لليأس إلينا سبيلا. حقيقة أنا بس مصداقا لكلام الدكتور المهندس حسن غيا، أذكر أني كتبت مرة في تفسير لحديث طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وكان عندي رأي في أن الغربة هنا مقصود فيها المهاجرين الذين تعلموا الحضارة فسيعودون ويرجعون بهذه الحضارة لينقذوا أهلهم وقومهم. أستكمل وأنهي مع عزيزنا وحبيبنا الدكتور قيس الجملة الأخيرة التي تريد أن تبثها فينا وفي المجتمع وفي الأجيال لمستقبل العرب في هذه البلاد. أعجبتني كلمة الأستاذ حسن قالها دقيقة، لكن أنا يعني أعتبر نفسي شخص واقعي، وأجبت على السؤال بمعنى أنه يعني بطريقة علمية أنه هذا هو ما أتوقع أن يحدث، لكن هذا لا يمنع في نفس الوقت أولئك الذين بيننا هنا في المهجر في الغرب أو في روسيا أو في أستراليا أو نيوزيلندا من العرب أن يساهموا في تطور العالم العربي أيضا، إذا
سنحت لهم الفرصة. فإذا مثلا أنا كنت أذهب من هنا إلى اليمن كل سنة مع فريق طبي لكي نساعد المرضى اليمنيين من كندا، فريق طبي بكل الاختصاصات من تقريبا حوالي 10 أشخاص أو 8 أشخاص، كل سنة نقضي شهر في اليمن ونساعد الأطباء هناك أن يعني أن يكونوا مطلعين على آخر التطورات الطبية والجراحية هنا في كندا وفي أمريكا. فهذا النوع من العمل أولا مفيد، وثانيا شيء يعني واقعي ممكن أن يقوم به الشخص. ولكن على ذكر كلمة واقعي، الحقيقة أن كل الأجيال التي انتقلت من بلاد إلى 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 بلد آخر في النهاية يعني أولادهم وأحفادهم يتقمصون الشخصية الجديدة، لأن هذا هو في صالحهم أنفسهم. إذا لم ينخرطوا في الجالية الجديدة التي بدأوا ينتمون إليها فهم الذين سيكونوا خاسرين. ولذلك نحن يجب أن لا نحرم أطفالنا وأحفادنا من هذه الفرصة، لأنهم لن يعودوا إلى اليمن ولن يعودوا إلى لبنان إلا كزوار أو كناس يعني يلقون محاضرات مثلا لمدة أسبوع أو يتبرعون بوقتهم أو بمالهم للبلدان التي أتوا منها. فهذا هو الحل الذي يجب أن نقبله. وانظروا إلى إدوارد سعيد، ماذا عمل إدوارد سعيد من أمريكا؟ ألم يهز العالم بكلماته وخطبه وكتاباته في صالح فلسطين؟ طبعا هذا الذي يجب أن نعمله هنا. نعم. هل تتكرمون علي بلحظة صغيرة أستاذ محمد؟ تفضل تفضل تفضل. مثلا النهضة العربية، النهضة الأدبية العربية بالعصر حديثا أين بدأت؟ شعراء المهجر من خارج. نعم. جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وغيرهم من شعراء المهجر هم نعم. الذين أسسوا النهضة العربية الأدبية العربية. وجبران خليل جبران مع أنه كان من أعمدة النهضة العربية الحديثة أصبح من الأدباء أو الكتاب الأدب العالمي. نعم. إذن لا نستهزأ ولا نستخف بالدور الرائد الذي بإمكاننا أن نقوم به هنا برغم كل الصعوبات التي نواجهها. وإذا كان البحر هادئا يستطيع كل الناس أن يكونوا بحارة ماهرين. تستطيع أن تكتشف قدرة البحار إن كان ماهرا أم لا عندما يكون البحر هائجا. ونحن الآن في بحر هائج وعلينا أن نثبت فعلا أننا بحارة ماهرة. كلمة صغيرة بالنسبة للعملاق جبران خليل جبران. جبران خليل جبران يقرأ في كل بلدان العالم بكثير أكثر ما أنه يقرأ بلبنان أو أي بلد عربي. أنا كنت بعرف شخص كان يتعلم بالستينات بلبنان، حتى بلبنان كان قراءة جبران خليل جبران ممنوعة بعدة ثانويات رسمية للخاصة، وممنوع كان قراءة جبران خليل جبران بمعظم البلاد العربية خاصة كتاب النبي. طبعاً أحرقت كتبه في الساحات العامة. يقرأ جبران بالبلاد الأجانب أكثر بكتير ومحترم أكثر بكتير، لأنه كانت أفكاره شوي ثورية، أفكار غير تقليدية out of season. So عنا مثل ما قلت عنا نوع من الحساسية لأي شخص بيعطي فكرة جديدة. بتاخذ أيام وليالي ليتأقلموا مع أفكار جديدة. عبادة التراث وعبادة التاريخ عنا إياها هيدي كتير. وجبران هو من الأمثلة الساطعة. سو كان يحطوا له إياها بلبنان على التراث، يبيعوا الكتب قليل جدا اللي كانوا يقروها أو يمارسوا 5% من اللي كتبها.
طيب احنا بنشكركم. استاذ محمد تفضل. صراحه انا بدي اشكر ضيوفنا الكبار الرائعين الذين يعني يمتلكون من العبق عبق الحضاره العربيه وتراثها وتاريخها وجمالها وقيمها، كما أضافوا إليها من جماليات الحضارات الغربية المختلفة والتنوع الثقافي الموجود في كندا وفي هذه البلاد. يعني اكتسبوا خيرا على خير وأتحفونا في هذه الليلة يعني أيما إتحف. شكرا جزيلا لكم وأشكركم على هذا الحضور المتألق. شكرا للجميع وشكرا لجميع المشاهدين. شكرا لكم. أنا باسمي وباسم أستاذ محمد بشكركم مرة ثانية، أعمدة من أعمدة المجتمع العربي في كندا كانوا معنا اليوم، تحدثوا عن الجالية العربية، تاريخها ومستقبلها إن شاء الله يكون أفضل من سابقها. نشكرهم جزيلا، نشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا وعلقوا، كانت اليوم تعليقات كثيرة وكلها تعليقات مهمة. نشكر جميع المشاهدين. نذكركم غدا انه راح يكون عندنا 3 لقاءات. اللقاء الاول راح يكون الساعة 6 مع شيخ المغترب الشاعر احمد مراد، راح يتكلم عن الشعر العربي. الساعة 7:30 راح نكون بنقل لأذان المغرب من مدينة أوتوا، والساعة 10 راح يكون معنا حلقة جديدة مقهى زي ما عودناكم كل يوم جمعة، بس راح تكون مسابقات راح نعلن عنها غدا صباحا إن شاء الله، وأي واحد بحب يشترك في المسابقة ممكن نأخذ up to 6 people I think أستاذ محمد ممكن. نعم بنفس الوقت، فحنبعث لهم اللينك على الخاص عشان يدخلوا معنا على الاستوديو ويكونوا ضيوف على حلقة المسابقات الصعبة. جاهزوا حالكم. يلا السلام عليكم، تصبحوا على خير. السلام عليكم، تصبحوا على خير. السلام عليكم، تصبحوا على خير. السلام عليكم.